النترو دلوقتي القطر ان شاء الله المره دي هيكون رقمين، الرقم الاول باسناني 300 طن والرقم الثاني هيكون بكتف اللي انا فاكر مترو المترو انا بقى ايه هخسر الرقم ده عشان احافظ عليه. انا سحبت في المترو 221 طن بكتفي، ايوه فانا هسحب برده 221 بكتفي، لكن المحادث المهم افضل اللي عندي اللي هو 300 طن باسناني متحدي الميليزي البطل الميليزي اللي هو حقق الرقم من 2003 سحب 260 طن تمام باسنانه، لكن النهارده بنوريهم فراعنه كده هيعملوا ايه ان شاء الله. هيكون 300 طن باذن الله باسناني متفوق عليه ب 40 طن. طب هل في يعني هل في اجراءات تدريبيه قبل كده قمت في اختبارات عملت تفاصيل من دي يعني؟ انا سحبت اول مره الجرار نفسه اللي هو 150 طن 156 طن، بعد كده عربيتين ثلاثه اثنين قصدي النهارده الثالثه، النهارده تبقى السحب الاخيره ان شاء الله التدريب عليها دعوات المصير كلهم النهارده اقعد اسحب القطر ان شاء الله. شعورك ايه بقى؟ عايزين نعرف شعورك. خايف شعور الكابتن. الشعور انا خايف جدا. انت عملتها قبل كده 10 مرات يا كابتن. بص على الان مش قادر خالص. استعديت ازاي كابتن اشرف؟ هو ده؟ لا مش هو ده. كلمنا عن حدث النهارده بقى وايه اللي هيتم. والله النهارده ان شاء الله هسحب قطر ان شاء الله وزنه 300 طن باسناني وكتفي متحدي زي ما قلنا قبل كده البطل الميليزي اللي هو 200 اللي هو حقق 260 طن في عام 2003. النهارده هيكون السحبه حوالي 200 300 طن باسنانه وكتفي ان شاء الله. هاجي النهارده التجهيزات هنعملها وان شاء الله هسحب على طول ان شاء الله. انا النهارده هوريكم طول القطر قد ايه يا جماعه وعرضه قد ايه وارتفاعه ووزنه قد ايه والمساحه اللي انا هسحبها قد ايه برده ان شاء الله. هل هيبقى جرار ولا معاه عربيه؟ هيبقى جرار وثلاث عربيات، دي اول مره اعملها النهارده ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وزنهم كام دول؟ وزنهم 300 طن. ايه الهدف من السحبه؟ مسافه 10 باذن الله 10 متر، احنا نقيس دلوقتي 10 متر ان شاء الله ونشوفها. باسناني 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 ان شاء الله. هو برده في كتف، هو الاثنين هيبقى كتف 300 ان شاء الله وبالاسنان باذن الله. طيب كابتن اشرف انت مستعد في يعني كرياضه ايه؟ دي البطوله دي داخلها موسوعه جينيس اقوى رجل في العالم. فدي ان شاء الله يبقى حدث كبير جدا. النوع اللي انا عايز اقول لك من 21 سنه ما حدش عمل الحدث ده خالص من 21 سنه. الموضوع ده طبعا كبير جدا 300 طن مش حاجه صغيره. فضل من ربنا ثم بشكر في الاول واخيرا سياده الوزير كامل الوزير على الايحاء وعزم وافقته دايما ليا صراحه بشكره جدا. الوحيد اللي واقف معايا سياده الوزير كامل الوزير بشكره جدا. بعد القطارات بقى حلمك ايه؟ طياره ولا ايه؟ سيارة. بعد ايه بقى كده؟ لا يا طياره لا يا لا احنا ارفع بعد انا مش عارف اقولها ازاي لكن هتصدموا. هسحب حاجه 261 ألف طن بإذن الله. اللي قول لنا حاجة كده تخيلوا ما شاء الله. مش عارف أنا سفينة إيه؟ سفينة؟ لا 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 أنا من فترة إن شاء الله قدمت طلب الحمد لله الأسبوع اللي فات إن أنا أسحب سفينة حامل الطيران وغواصة المصرية إن شاء الله يا رب يتقبل الطلب بتاعي ده وأقدر أسحب الاثنين بإذن الله. دعوتكم